السلام عليكم. قيل أنه كسر قانون الجاذبية بارتقائه، وقالوا لا تسأل من سجل بل كم من الأهداف سجل. كريستيانو والنصر اتفقوا على منح التاريخ صفحة جديدة. الدون قص الشريط، ومن اليوم لا تقلب صفحة الدوري حتى تقرأ التعاقد الأخير. إلى العناوين. في أضخم صفقة بتاريخ الكرة السعودية، كريستيانو رونالدو في عرين النصر. الشهري يقود الأخضر في خليجي 25 بقائمة مجمعة. الشباب يعود إلى طريق الانتصارات عبر بوابة الاتفاق. الفيحة يتجاوز الفتح، ثالث فوز على التوالي بعد التوقف. حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام. الخيال أصبح واقع وحقيقة. رونالدو إلى نادي النصر، رونالدو إلى الدوري السعودي، رونالدو إلى المسابقة الأكبر في آسيا، وسنتقل إلى مرحلة أعلى. ما يحدث لكرة القدم السعودية من دعم من القيادة رقم واحد ورينا أننا رايحين إحنا بعيد في كرة القدم. التطور اللي قاعد يحدث في كرة القدم من التعاقدات، الاهتمام في المسابقة. رونالدو هي الصفقة الأضخم والأكبر اللي أتت للمملكة العربية السعودية ولن تكون الأخيرة. الخير راح يعمل كل في ظل تواجد المنهم سيدي محمد بن سلمان، بالدعم الموجود، بالدعم لكل الأندية، رياضتنا رايحة بعيد. الكل سعيد اليوم في قدوم رونالدو، سعيد للدوري السعودي، سعيد لنادي النصر. بحول الله باقي الأندية ستشاهد فيها تعاقدات مختلفة وتعاقدات ترفع قيمة الدوري السعودي وترفع قيمة دوري روشن للمحترفين. أنا خالد الشنايف، ضيوف الكرام الكابتن علي الحبسي، مساء الخير. مساك الله بالنور. مساك الله أبو وليد. أحمد عطيف، مساء الخير. مساء النور أخوي خالد. يوسف المناعي، مساء الخير. مساء النور كابتن خالد. صدمة شيء للتاريخ يعني، فعلا يعني صدمة حلوة، صدمة جميلة. بالعكس يعني نبارك للكرة السعودية والشعب السعودي أكيد، مدام في القيادة الرشيدة وحرصها الكبير على التطور الكبير في البلد، التطور الكبير في الرياضة. أعتقد أنها هي صفقة للتاريخ كرويا للكرة السعودية، تسويقية، يعني كل ما تريد تتكلم فيها هي فعلا تاريخية. أنت تابعت اليوم الأصداء العالمية اللي صار له في كل مكان، جالس ناقل الخبر في كل مكان في العالم. يعني اليوم اسم نادي النصر، اسم المملكة، الدوري السعودي، الكل حقيقة سعيد. اللي يعرف قيمة كرة القدم ويعرف قيمة كريستيانو رونالدو أعتقد راح تكون شيء يعني مهم جدا للقادم للكرة السعودية والرياضة السعودية. يوسف، عن التعاقد وأبعاده على نادي النصر وعلى الدوري السعودي. هي خطوة جبارة للعالمية، اللي انت تنتدب لاعب تاريخي، لاعب من أفضل اللاعبين في العالم. يعني صفقة تاريخية تحسب للمملكة في الأساس وتحسب لنادي النصر. هذه راح تشجع في المستقبل نجوم كبار في كرة القدم باش يتوابدوا على المملكة، تزيد الطموحات أكثر باش الدوري يكون معناه دوري عالمي. الاهتمام راح يكون معناه متواجد من العالم الكل. تعرف أن كريستيانو رونالدو يتبعوا فيه 450 مليون شخص على الانستغرام، معناه شيء الضجة كبيرة في انتداب كريستيانو رونالدو. الدوري السعودي راح يتبعوه من كل أصقاع العالم. كل سراها معناه صفقة تاريخية للصفقة هذه. أحمد، أول شيء تحضر مبارياته ولا لا؟ شوف احضر ما احضر هذا شيء ثاني ما ادري. انا بالنسبه لي كريستيانو، انا قلتها كثير من المرات، لاعب اسطوره، يعتبر من اساطير كره القدم. ولما يجيك لاعب اسطوره في عالم كره القدم للدوري السعودي، انت اختصرت 5 سنوات قدام من العمل،
خمس سنوات قدام العمل على المستوى التسويقي، على المستوى الإعلامي، على المستوى تطور الكرة. اللاعب هذا يجي راح يجلب لاعبين نجوم على مستوى عالي للدوري السعودي، للإمكانيات اللي يملكها ولسمعة كريستيانو على مستوى العالم. أنت لما تشوف كل الإعلام، كل الصحافة العالمية الخارجية تتكلم على هذا الانتقال، معناته نقلة نوعية اختصرت عليك خمس سنوات قدام في حضور هذا اللاعب. أكيد يمكن رونالدو، يمكن أنا من الأشياء الجميلة اللي عشت سجل فيه الهدفين من الأشياء الجميلة اللي عشتها كلاعب كرة قدم. أكيد اليوم أنت تنتظر تلعب مع أساطير كرة القدم، تلعب مع الناس اللي يعملوا لك إضافة. فأكيد أعتقد أنه لما كنت في الدوري الإنجليزي، بولت يمكن أول مباراة لعبتها في الأورد ترافورد كانت مع مانشستر يونايتد، رونالدو كان موجود السنة اللي حصلوا فيها الشامبيونز ليج، فكان قيمة فنية كبيرة حتى بالنسبة لي أنا. فما بالك اليوم رونالدو يجي مرن معاه يومياً، يومياً يعني تتمرن معاه يومياً، مش فقط كتمرين. تعرف هذا كيف هذا اللاعب يعني كيف وصل لهذه المرحلة من يعني من المستوى الكبير من في كرة القدم. رونالدو واقع وليس خيال. إنها صفقة القرن، هكذا وصفها المتتبعون كريستيانو رونالدو لاعبا في نادي النصر السعودي. الشائعات التي كانت تدور في أزقة الإعلام أصبحت الحقيقة بأم عينيها. فمنذ إعلان الدون تخليه عن ناديه السابق اليونايتد تهاطلت الكثير من العروض، لكن العرض الأكبر والأهم كان من نادي النصر وليس وليد الأمس. بل منذ بداية الموسم الكروي تحركت إدارة النادي للظفر بواحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الكرة السعودية، كريستيانو رونالدو للنصر، ما بين الحقيقة والخيال. الإعلام الغربي والعربي تجاوب مع هذه الصفقة التاريخية للنادي السعودي، فتحدث عنه الإعلام في مشارق الأرض ومغاربها، فكلمة نادي النصر السعودي ذكرها وكتبتها ونشرتها آلاف الصحف وتطرقت إليها كبرى وسائل الإعلام. أرقام خيالية في محركات جوجل، 16 مليون ومئتي ألف بحث في 30 ثانية في ظرف 4 أيام بمجرد وضع كلمة رونالدو إلى النصر. الأرقام والإحصائيات موجودة والحلم ليس ببعيد. الكل يتمنى أن يرى الدون برقمه المفضل، الرقم 7، والبعد الإعلامي والترويج للمجيء باسم ثقيل في تاريخ الكرة الحديثة هو إنجاز غير مسبوق، يحسب على الإدارة والتخطيط المستقبلي لمشاريع رياضية في الأفق. هل يا نصراوي، الدون ليس ببعيد، ستفرح يا عالمي. هذه البطولات كريستيانو رونالدو، ان شاء الله كل شيء حقك، بحقك شيء كذا جاء هنا اكيد النصر اول شيء. احنا قاعدين السوبر اول بطولة، انا وانا اشوف اقول لك النصر الموسم هذا فريق انا اعتقد متكامل مع وجود كان يحتاج مهاجم، وهذا وصل كريستيانو ولاعب على مستوى عالي، فاعتقد انه راح يضيف للنصر واتوقع يحقق مع النصر بطولات مش بطولة اكيد. علي، كيف وانت رجل عشت في انجلترا وتعرف نوعية اللاعبين هذول، كيف نطلع كيف نستفيد منه اكبر قدر ممكن على جميع الأصعدة؟ أتكلم لكم وش نادي النصر للرياضة السعودية، كيف نستفيد منه؟ أكيد أنت اليوم رونالدو بتستفيد منه بأشياء كثيرة. اليوم أنا يعني مثل ما قلت أنت، اليوم لما تجي وتتمرن بشبه يومي مع قيمة فنية كبيرة مثل رونالدو، اليوم الناشئين، الشباب، الأولمبي، الفريق الأول، اللاعبين، طريقة حياة كريستيانو رونالدو راح تشوفها في الواقع بشبه يومي، فهذه استفادة كلها كبيرة. اليوم كريستيانو رونالدو راح يروح مناطق كثيرة في المملكة، النصر راح يلعب في مناطق كثيرة، الجماهير اللي راح تشاهد كريستيانو، طريقة تعامله مع الناس، طريقة تعامله مع الصحافة، القيمة اللي كيف نستفيد منه؟ أنا أقول لك إحنا كدوري كمسابقة متمثلة بنادي النصر، كيف نستفيد منه أكبر قدر ممكن للترويج؟ الترويج راح يروج عن نفسه لكريستيانو، الترويج راح يروج عن نفسه. اليوم الحساب اول شيء حسابات اللي موجوده كريستيانو رونالدو هذه مئات الملايين، فوق المليار، يعني فوق المليار اعداد
الانستغرام 508 مليون في الانستغرام، 155 مليون في الفيسبوك، 105 مليون في تويتر، 546 مليون متابع في اليوتيوب. تتكلم عن مليار وشيء، هذا مش وزارة إعلام، وزارات إعلام. عشان كذا قيمة توقيع كريستيانو رونالدو النصر مش هي فقط لكرة القدم. هو بوست واحد لما يوضع في الانستغرام وفي نادي النصر يعطيك هذا أول شيء، يعني المدى البعيد على التفكير اللي جاب كريستيانو. ما هو بس على المستوى الفني، على المستوى التطور الرياضي، سياحة مستوى السياحة، كل شيء. فأعتقد أنها تعتبر صفقة من أكبر الصفقات اللي مرت على الدوري السعودي، ومكسب كبير للدوري، للاعبين، لكل شيء. وتوضح سياسة البلد وين رايحة، هي مش فقط هي سياسة أن أجيب لاعب بس قيمة، لا، نظرة البلد وين تريد توصل. وهذه يعني بتواجد كريستيانو رونالدو اليوم توضح لك ان البلد ماشية فعلا لحاجة بعيدة في الجانب الرياضي، واستقطابها نجوم، واستقطابها بطولات كبيرة الكل ينتظرها. صحيح. ومع هذا التوقيع اعتقد انها قريبة. يوسف، كيف نستفيد فنيا من رونالدو مع نادي النصر وللدوري؟ بطبيعة الحال انت عندك هداف تاريخي عالمي، راح يستفيد فريق النصر في الاساس اللي راح يكون عنده متصور راس حربه، معناه من افضل اللاعبين اللي موجودين اللي في تاريخ اللعبه، راح يستفادوا منه اللاعبين في الاحتكاك اليومي من خلال التمارين، من خلال طريقه العيش نتاعه، من خلال الفكر. وهو رونالدو معناه من نوع اللاعبين اللي ينصح اللاعبين الصغار ومعناه يحثهم باش يطوروا حتى في العقليه الاحترافيه نتاعه، راح يطور الدوري، راح تكون اكثر حضور جماهيري، راح الفرق الاخرى تكون اكثر استعداد، اكثر حماس اللاعبين بتاع الفرق الاخرى باش توقف كريستيانو رونالدو. فوجود اللاعب هذا بطبيعه الحال راح يعطي زخم فني للدوري، راح اللعيبه يوليو يشوفوا لاعب اللي هو لعب في الفيري هاي ليفل، يتعامل معاهم، يلعب معاهم بطريقه تفكير معناها قريب لهم في اللعب، وهذه حاجه ايجابيه وراح تعطي زخم كبير للدوري من ناحيه فنيه. والله صفقة، شوف في بعض الصفقات تقول هو صدق ولا غير واقع بصراحة، حقيقة أم خيال اللي صاير إلى الآن الواحد يدور في باله هي حقيقة أو خيال. هذا من عماد في هاشتاق ملعب سبيسي علي، يقول مع قدوم كريستيانو راح يلعب على جناح اليسار ويدخل بجانب أبو بكر، السؤال هل يفرغ تاليسكا لصناعة اللعب ويبتعد عن 18؟ بدأت التفكير في تركيبة النصر. أكيد الحين الناس راح تفسر كيف النصر راح يلعب، ولكن الأهم من هذا كله أعتقد أن النصر أتى باللاعب اللي هو ناقصه، وهو الهداف اللي يسجل الأهداف. يوسف، هيلعب رونالدو مهاجم؟ أتوقع اللي راح يلعب رأس حربة. نعم. طيب هيستغني عن من النصر بين الثمانية أجانب؟ يمكن يستغنى على أبو بكر أو مشاريبوف أو مشاريبوف، أما يمكن مشاريبوف أقرب للاستغناء. خاطر أبو بكر في وضعيات النصر، في وضعيات معينة يقدر فريق النصر يلعب باثنين روس حرب في بعض المباريات. أحمد، هذا من خالد في هاشتاج ملعب اس بي سي مرة ثانية، يقول كريستيانو رونالدو تسويقية فيها منفعة، شهرة أكثر للنادي النصر، بس فنية لازم تدعم بلاعبين يصنعون الفارق ويساعد رونالدو، على سبيل المثال دي ماريا، رونالدو الحالة الفنية ما يكفي. يقول لك لازم يدعمونه. النصر عنده لاعبين، هو شيء النصر عنده لاعبين مميزين، تاليسكا، مارتينيز، حتى اللاعبين المحليين نجعي مميزين. فأعتقد لا، أن كريستيانو هو زي ما ذكر علي يمكن هو القطع الناقص اللي كانت. صح. على المستوى الفني كراس حربة اللي يسجل الأهداف، يصنع حتى يصنع الفارق في هذه المنطقة. هذا من ماجد مطيري، كابتن يوسف يقول لك انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، رونالدو الذي سبق أن حقق جائزة الكرة الذهبية في 5 مناسبات ولديه جماهيرية أسطورية، يؤكد أن تأثيره في السعودية لن يكون فقط كرويا بل له منافع أخرى اقتصادية وسياحية كبيرة وضخمة. بطبيعة الحال راح يعطي صورة إيجابية للبلد، راح يشجع السياح، راح حتى تشوف المباراة السوبر اللي راح تكون بين النصر والهلال، اتوقع اللي ثم ناس راح تاخذ طياره من الخليج او من البلدان القريبه باش تجي تشاهد المباريات.
نادي النصر راح يكون الصوره نتاعو راح يسوقها اكثر من خلال الملابس الرياضيه، من خلال عقود الاستشهار اللي راح تكون معناها خياليه واللي راح تمشي للعالميه اكثر، خاطر لاعب في حجم كريستيانو رونالدو نفس ما قلنا يتابعوا فيه على السوشيال ميديا تقريبا مليار، راح يخلي الشركات العالميه تجي وتعمل عقود استشهار كبيره مع فريق النصر. فاتوقع اللي راح يعمل حتى نقله نوعيه في الفكر الاستثماري في الفرق في فرق الدوري. تاكيد بس فقط تاكيد للكلام هذا انه الحضور الجماهيري كريستيانو رونالدو لما كنا موجودين في كاس العالم في قطر فعلا البرتغال لما كان يلعب اكثر الحضور الجماهيري كان من شايف التصوير، تتذكر التصوير لما كان احتياط فكيف التوجه كان اختلف، فهذه ترك الملعب يعطيك المؤشر اللي راح يعمل كريستيانو رونالدو في 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 المملكه. طيب في كلام كثير والسؤال الثلاثي انه ممكن يكون سلاح ذو حدين ان لم يتم التعامل مع التعامل الصحيح. ما اعتقد اول شيء اللي نشوفه عشان ناخذ نتكلم على الطرفين يعني انا اشوف انا اتكلم على المستوى الفني اعتقد انك لا سلاح ذو حدين، ممكن الرجل يطلع وينتقد عملها في اليونايتد يقول ليش اللي ممكن يعملها في النصر اكيد ما بشوف ما في شيء بعيد عن الانتقاد، اي شيء ممكن ينتقد لكن بشكل انتقاد اليونايتد هو كان يبغى الخروج، انتقاد اليونايتد واضح ان كريستيانو كان يدور الخروج او يدور اي شيء حتى يطلع من اليونايتد، لكن اعتقد ان كل الظروف ان شاء الله انها تكون وانا اعتقد لاعب مثل رونالدو اعتقد انه درس هذه الصفقه يعني بتمعن، يعني ما اعتقد انه اجى صحيح وغامر في التوقيع فقط هي مجرد مبلغ او قيمه العقد، لا رونالدو اعتقد انه على المستوى المعيشي الدوري كل شيء، ما اعتقد انه لاعب مثل رونالدو ما يوصل لهذه المرحله انه درس كل تفاصيل الحياه اللي راح يعيشها في المملكه. هذا سؤال فني يوسف يقول لك مع حضور كريستيانو من سوف ينفذ الضربات الحره، تاليسكا او كريستيانو او مارتينيز؟ بحضور كريستيانو راح هو ياخذ الجو الكل، راح هو يسجل الكره الثابته الكل حسب تصوري كله بدا افكار في الامور الفنيه اكيد طبيعي الحين الاشياء راح تروح لاشياء بعيده. فريق الاعداد مطلعين اقوى الصفقات اللي تمت في تاريخ الدوري السعودي تاريخيا، اقوى الصفقات والاسماء امامكم طبعا من ضمنها رونالدو اللي موجود، ريفالينو الهلال جاء في 1978، سوشكو في النصر 1998، دونادوني الاتحاد 1999، ايفر بنيق الشباب 2020، باولينو الاهلي 2021، رونالدو عن هذول كلهم؟ اكيد كاول شيء على انت لما تشوف غطي هذول كلهم خمسه اكيد على المستوى الشخصي الفردي كجوائز وكقيمه فنيه هو مكسر ارقام يعني كبيره. ايش اللي ممكن ايش المفيد منه فنيا والمضر فنيا؟ والسؤال لكم الثلاثي ابدا معك يا يوسف. انا اتوقع اول حاجه ثم حاجه مهمه كابتن خالد مش نرجع عليها على كريستيانو رونالدو، انا اتوقع اللي راح ينجح وراح يكون مرتاح كريستيانو رونالدو وقت اللي يحس ان البيئه فرحانين به ويعيش في جو ايجابي، وانه البيئه في السعوديه ومنطقه الخليج بيئه ايجابيه واللاعبين يفرحوا باللاعب هذوما عكس اوروبا، وعلي يعرف الشيء هذا اللي اوروبا ثم جفاف العلاقات ومعناها صعبه العلاقات فيها، فاتوقع اللي راح يكون فنيا معناها يكون نفسانيا مرتاح انا متاكد، واللي راح يلقى بيئه ايجابيه اللي راح تنعكس على مردوده الفني وهو بيده مش يعاود يكتشف نفسه، خاطر كريستيانو رونالدو لاعب كبير ويعرف اللي هو في تحدي الفتره الاخيره مر بصعوبات، فراح يكون معناها نادي النصر كبوابه باش يرجع اللاعب هذا يعطي اضافه فنيه كبيره. في تصوري انا راح يعطي اضافه وما ثماش حتى امور سلبيه راح يعملها في الفريق. هذا من سالم علي يقول رونالدو والفكر الكروي والاقتصادي والسياحي للبلد اهم من الجانب الفني، هذا من سالم طبعا في هاشتاج ملعب اس بي سي، يقول لك الاقتصادي والسياحي اهم من الجانب الفني بالنسبه لقدومه. والله شوف يمكن هذه من النقاط المهمة جدا، وأعتقد من الأشياء المدروسة من خلال صفقة كريستيانو، أكيد الجانب الفني هذا نحن يعني خلاص مخلصين منه جانب وقيمة كبيرة جدا، ولكن الجانب الاقتصادي السياحي للبلد والتطور الحكومة ونظرة الحكومة في السنوات الأخيرة أعتقد هذا مثل ما تفضل بداية الحلقة أحمد أنه هذا تعطيك خمس أو ست سنوات تقدم من الأشياء اللي أنت راسمها، اليوم جايب
يعني قيمة جماهيرية، متابعة جماهيرية كبيرة كبيرة. الأرقام اللي تكلمتوا عنها ترى هذه أرقام، يعني في ناس تقول لك 200 مليون يمكن ضخم، ولكن لما تيجي للبلد ما أعتقد أنها مبالغ كبيرة. أنت لما تريد تسوق لبلدك لسنوات طويلة وتريد تنتقل لشيء أكبر وتدفع أكثر، فاليوم أنت اختصرت هذا بشخص واحد. بعض الأحيان أنت توقع مع ناس كثيرة سواء سياحية تجارية وما أدري إيش، في يعني أشياء متنوعة، ولكن أنت اختصرت هذه الأشياء كلها في قيمة لاعب واحد. صحيح، أنا أتفق مع علي بشكل كبير، لأنه هو على المستوى الفني زي ما ذكرنا تكلمنا عليه قيمة فنية عالية، وراح النصر يستفيد منه بشكل، وحتى اللاعبين الناشئين على مستوى أو اللعيب الصغار في السن راح يقتدوا فيه. لكن على المستوى السياحي، على المستوى تطور البلد، على المستوى الفكر اللي قاعد إحنا نشوفه في التطور في البلد، فأعتقد إنه هو إضافة كبيرة، خاصة زي ما ذكر علي وبالتحديد نقطة أنت لما تجيب ناس ممكن أو مؤثرين، ما في أكثر تأثير من هذا اللاعب. هذه الأندية اللي في شأن لاعب فيها يونايتد، من سبورتنج لشبونة إلى يونايتد إلى مدريد إلى اليوفي إلى يونايتد ومن ثم أخيرا إلى نادي النصر. هذه الخمسة أندية اللي شارك فيها، وجميع الأندية اللي شارك فيها أعتقد حقق فيها بطولات، ما عدا سبورتنج لشبونة ما أتذكره حقق فيها. حقق فيها لأن كانت بدايته. طيب بيسوي السي راح يسوي كثير. لا أعتقد اليوم أنت لما تيجي تتكلم مثلا نتكلم عن الحضور الجماهيري، نحن ما راح نتكلم الحضور الجماهيري اللي يكون في الرياض، لأن الرياض دائما متميزة بحضورها، ولكن أنت اليوم كريستيانو رونالدو لما يروح لك على دمام جدة المتابع اللي ما يشجع النصر ممكن يحضر عشان أكيد كريستيانو. لأن محبين كريستيانو كثار، مش هي فقط أنك لنادي النصر، لا هذه صفقة لكل رياضي سعودي. صحيح. يا عم صفقة لنا كل الرياضيين. أنا أسبوعيا في مادة كبيرة لنادي النصر تواجد رونالدو، ولو جاء لاعب كبير في الهلال نفس الوضع، وسوف يأتي للعلم. الدعم الموجود هو دعم دولة، المبالغ اللي موجود والصفقة اللي تمت دعم دولة، دعم الدولة على حسب العلم سيتم للكل. جيب لاعب والدولة قادرة، بشرط يكون من يرفع مستوى الدوري على المستوى الفني، على المستوى الإعلامي، على المستوى التسويقي، يرفع يفيد البلد ليس على كرة القدم فقط. لذلك مرة ثانية اللي قاعد يصير عندنا في المملكة نغبط عليه، ما أقول لك نحسد عليه، من معظم الدول. الأندية بخير، برفاهية، بنعيم، بدلع، بسبب ملهمنا الأمير محمد بن سلمان. أحمد عبد العزيز الشلالي يقول لك الأندية الكبيرة واللي تحقق بطولات محلية وخارجية ومشاركات عالمية لا تنظر للصفقات الإعلامية، لأن البطولات هي من تسجل في التاريخ. والسؤال لأحمد عطيف، لو كنت رئيس يهمك تحقيق بطولات ولا تتعاقد مع لاعبين زي رونالدو بعمر 38 سنة؟ بس رونالدو يحقق لي بطولات. رونالدو بيحقق لي بطولات. تضمن النصر بيحقق بطولات معاه؟ انا اشوف، انا اشوف هو مو انك تضمن 100%، لكن لاعب في قيمه كريستيانو بيجيب لك، بيساعدك على تحقيق البطولات. ابو وليد يعني اليوم، يعني اليوم نادي مثل نادي النصر اكيد يدخل كل موسم انه يجيب له بطوله ينافس، فمن يعني ما ممكن تقول ان نادي النصر ما راح يجيب له بطوله. لا، نادي النصر نادي من الفرق ما جبتني من السابق. لا لا، لها مكانه في المملكه، فريق له بطولاته، له لاعبين، له تاريخه، فهي في النهايه اضافه كبيره. يلا صفقة حلوة صراحة. متى هيلعبوا المباراة؟ هو الأسبوع القادم واللي بعده. ننتظر صفقة حلوة وننتظر الصفقات الأخرى لباقي الأندية. شكرا مرة ثانية لملهمنا، شكرا لقيادتنا للدعم اللامحدود للرياضة. القادم أجمل وأفضل للأندية، هي البداية ولن تكون النهاية. مبروك للدوري السعودي قدوم رونالدو، ومبروك للنصر السعودي تواجد رونالدو في الدوري السعودي. بعد الفاصل الشباب تحت زخات المطر يعتلي صدارة الترتيب من جديد.
هذا اليوم اعلن. حياكم الله من جديد على قناه اس بي سي واذاعه جده اف ام. اليوم الاتحاد السعودي اعلن عن قائمه المنتخب السعودي المشارك في خليجي 25 في البصره بقياده الكابتن سعد الشهري، والاسماء اللي امامنا اسماء خليط بين الشباب وبين منتخب اول، ابرزهم كرياض شراحيلي موجود، زياد الصحفي، النابت، العقيدي، اسماء الليان اللي موجودين، اسماء الخبره هذه. وش الفكره فيها؟ شوف الفكره انك اول شيء تفكر في الجيل الجديد بعد المنتخب اللي هذا، وحتى لعيبه ممكن انت تنتقيهم ما اخذوا الفرصه في الفتره الماضيه، او ما حتى في انديتهم ما اخذوا الفرصه مع مشاركه مباريات امام منتخبات ممتازه، فاعتقد انها فرصه للاعب انه يثبت انه هذه فرصته انه يقدر يمثل المنتخب. علي، انت رجل لعبت في كاس الخليج ما شاء الله كم مره؟ اعتقد ست مرات. حققت كم مره؟ خمس مرات افضل حارس؟ أربعة متتاليه. صعبه كاس الخليج؟ اكيد صعبه، بطوله كاس الخليج يعني ما ممكن تقدر تقول انها مو صعبه. واتكلمك على الجيل هذا، انت تعرف الدوري السعودي تقدر تنافس فيه في المجموعه، ممكن لاعبين عندهم امكانيات، اعتقد الضغط ما اعتقد انه في ضغط كبير، يتمرن على مستوى اعلى مدربين، احتكاك جدا عالي، فما اعتقد انه وش ما نشوف المنتخب السعودي يروح للبصره، فرصه انه يشارك في منتخب وبطوله يعني، وممكن تحقق انجاز كبير بالنسبه لك، بطوله كاس الخليج انجاز صحيح. مجموعه المنتخب هي عمان، العراق، اليمن. يوسف، الدخول في مجموعه ليست، ما اقول لك اساسيه واحتياطيه، وفي مدرب مختلف، ليس مدرب المنتخب الاول، هو مدرب المنتخب الاولمبي، هي رسائل الى ماذا جالس يوصلها رينارد؟ بطبيعة الحال كاس الخليج باش نتكلموا، انا نعرف اللي عنده رمزيه كاس الخليج بالنسبه للخليجيين، لكن باش نتكلموا فنيا المنتخب السعودي اكبر من كاس الخليج، مع احترامي للمسابقه والمسابقه عندها تاريخ، لكن المنتخب اللي شفناه في كاس العالم باللعيبه هذوك بالمستوى بالريتم اللي موجود، هو تجاوز مرحله باش يلعب يشارك في مسابقات، معناها بكل صراحه ما تعطيش حتى اضافه فنيه، بل هي معناها زياده حمل على اللاعبين اللي هم لعبوا كثير مباريات. ممكن كاس الخليج هذه تعطي فرصه للاعبين هذوما باش يشاركوا، ما باش يعطيوا معناها صوره اخرى، باش يخليوا يمكن ربيروناري يفكر فيهم في المستقبل، لكن باش كذا كان باش نتكلموا على الناحيه الفنيه بدون معناها ونتجردوا من كل رمزيه كاس الخليج، ففي تقديري ما عندها حتى فائده فنيه كاس الخليج، ما عندها فائده فنيه. لا كابتن ما انا بالنسبه لي اول يعني ما ممكن تقول يعني، مع احترامي الشديد للكره السعوديه والمنتخب السعودي، ان المنتخب السعودي اكبر من بطوله كاس الخليج، لا احنا كخليجيين بطوله كاس الخليج لها قيمه كبيره بالنسبه لنا احنا. انا قلت لك عندها لعبنا في هذه، لا انا اتكلم من الناحيه الفنيه، لا حتى الناحيه الفنيه اليوم يمكن الشباب يعرفوا هنا، سواء انا في عمان او حتى في المملكه، بطوله كاس الخليج بعض الاحيان تكون متابعه من الصغير والكبير في البيت اكثر من مسابقات كثيره، فبطوله كاس الخليج لها اهميه كبيره. يمكن وقتها يمكن وقتها هذه الفتره، ولكن كقيمه احنا بدينا، يمكن احمد كان بطوله كاس الخليج منتخب اللي من 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 شهر فايز على بطل العالم. اي ولكن في النهايه هي بطوله الجمهور يحسب لها، الاعلام يحسب لها، وتحسب لك كتاريخ. اليوم هل تقدر تقول ان البطوله الافريقيه ما لها قيمه في افريقيا؟ لا، ما تتكلموش على بطوله، ما نجموش نقارنوا كاس الخليج ببطوله افريقيا عادي. لا بس لا كقيمه للشعب الخليجي، انا اعتقد تربينا احنا كلاعبين خليجيين عندها. تربينا وطلعنا على البطوله الخليجيه، فما ممكن ما نعطيها اهميه. اوكي في لازم تعتذر يا يوسف صادق صح لان انا لحظه انا كعلي لعبت الدوري الانجليزي، وصلت الدوري الانجليزي، لو مش بطوله كاس الخليج ما اقدر اوصل لبطوله الدوري الانجليزي. صادق يا يوسف، هذه واحترامي الشديد يعني كابتن، ولكن تزعلني انا كعماني ان تقول المنتخب السعودي اكبر من بطوله كاس الخليج. هو هنا باش نكون، شوف انا مدرب محترف ومانيش خليجي، معناها مانيش عنديش معناها الرمزيه بتاع كاس الخليج، باش نكون صريح معاك. انا اتكلم على الامور الفنيه فقط. انا اقول لك بطوله كاس الخليج في تقديري يعني الشخصي، كاس الخليج
معناها بكل صراحه معناها ما نبالغوش معناها مستواها الفني. لا احنا ما احنا اضافه المنتخب احنا بالنسبه لنا كخليجيين مهما الفريق مهما شارك على بطل العالم من اجزاء بسيطه يتراجع للقلب. لو كان جات عنده اضافه فنيه فيرونا راهو شارك في البطل. طيب انا خلاص تبون تناقشون في الموضوع ولا خلاص؟ في تصادم صاير هنا تصادم صاير. لا 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 بالعكس اختلاف وجهات النظر تحترم. طيب يوسف الكلام على رينارد، انت متخيل خلال الاربع سنوات القادمه لن يدرب في مباراة رسمية إلا 17 مباراة إذا وصلنا إلى نهاية كأس آسيا مع تصفية كأس العالم، لأنه يقول لك ما راح يدرب في كأس الخليج ولا كأس العرب. 17 مباراة رسمية خلال أربع سنوات، ليش ما يدرب في كأس الخليج؟ سؤال. وليش ما درب البطولة اللي قبلها؟ أتكلم على إيرفي رينارد، ليش؟ البطولة بطولة العرب لم يدرب، كأس الخليج لم يدرب، إيش المشكلة؟ إيجابية أم سلبية؟ وإيجابية أم سلبية؟ إيجابية أم سلبية؟ في تقديري أنا الشخصي يمكن سلبية من ناحية اللي هو مش يشوف اللاعبين هذوما، واللي يحس اللاعبين هذوما مش يحسوا بالأهمية. هذه يمكن النظرة السلبية، لكن الإيجابية هو غير فيرونار يعرف اللي هو مدرب عنده كابتن يوسف معناها توجهات خاصة عنده. نعم كابتن يوسف، أنت كمدرب المدرب يحتاج أحيان الدخول في العمل، يعني لما يكون سنتين ثلاث سنوات ما في عمل فني داخل الميدان يأثر نوع ما حتى لو كان 17 مباراة. يعني هذا نقطة سلبية فعلاً. وش فيها لما يكون ريناد يمسك هو يختار، أوكي ما يختار اللعيبة اللي الصف الأول زي ما ذكر، يختار اللعيبة الأولمبي، لكن هو اللي يكون وليس تقليلا من الكابتن سعد الشهري، كفاءة وطنية تحترم. صحيح. لكن الكلام على المدرب لا المنتخب، لان اشوف ثاني بطولة اعتذر منها. هنا انا عندي سؤال، بالعكس احنا ما نقلل من سعد. سعد لو كان هو المدرب الاول اللي بيقودنا في كاس اسيا وتصفيات العالم القادمة ما عندي مشكلة يكمل، لكن انت بتعطيه هذه المهمة مجرد، هل مجرد ان ريناد ما يبغى يمسك المهمة، او ان سعد يستاهل انه يكون كمدرب فريق اول؟ يعني انت لازم يكون توجه هنا كابتن خالد 100% ريفيرونار عنده عقد اهداف مع الـ مع الـ مع الـ الاتحاد، وفي العقد الاهداف نتاعو واضح، هو الاهداف نتاعو من المشاركات الدوليه اللي راح يشاركهم سواء كاس اسيا او كاس العالم، وعنده عقد فيه اهداف اللي على اساس الوصول او شيء من هذا القبيل، فأتوقع هو قاعد يحترم في عقده لا أكثر لا أقل. بس كابتن يوسف نعم. كابتن يوسف نعم. أنت قبل كأس العالم احتجت 35 يوم معسكر عشان تقول أن اللاعب السعودي ما يلعب، وإني أبغى أجهز بعض اللعيبة على مستوى. أنت عندك الآن هذه فرصة بطولة أنك تعد، يعني أنت لما تيجي كأس آسيا القادم في بعد سنة تقريبا، أنت تحتاج أن يكون عندك صف ثاني ولاعبين وخيارات. أنا نأكد لك اللي هيرفي رونار في قناعته الشخصية اللي هو مش مقتنع بكأس الخليج، نتصور هكا معناه في التوقيت. لا لا يوسف 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 أنا أحكي لك على التوقيت كابتن خالد. طيب أنا معك، بس يوسف يعني كمدرب منتخب وطني في بطولات ما أدربها وفي بطولات أدربها، أيضا ما عنده إلا كأس آسيا سبع مباريات إذا تأهلنا للنهاية، وتصفيات كأس العالم عشر مباريات خلال أربع سنوات. إذا البطولة العربية لن يدرب، إذا كأس الخليج لن يدرب، لا أنا بالنسبة لي 17 مباراة خلال أربع سنوات قليلة جدا جدا قليلة، حتى بطولة غرب آسيا قبل كذا غرب آسيا ما درب فيها بعدها ما شارك فيها، فهذا هذا هذه مشكلة، هو مشكلة عليه سلبية حتى إنه كمدرب. البطولة العربية هل مدربين المنتخبات جميعهم دربوا في البطولة العربية؟ فعلا خاطر البطولة العربية في النسخة الماضية اللي صار في قطر كانت نسخة ناجحة جدا، وانا بكل صراحه في تقديري الشخصي يلزم يشارك في البطوله العربيه لان فيها منتخبات كبيره، منتخبات شمال افريقيا لمصر تونس الجزائر المغرب معناها اللي، وحتى بعض منتخبات اسيا لو يشارك فيهم معناها المنتخب راح يحتك ويكون احتكاك جيد للمنتخب، فاتوقع هذيك البطوله العربيه يلزم يشارك فيها في تقديري الشخصي. صح صحيح. ها تعليق سريع علي. والله ما انا معاك، المفروض انه يشارك كل البطولات اللي هي محدده تخص المنتخب الاول،
يعني هذا رايي، ولان يستفيد منها شيء كثير يحترم. والدليل البطوله العربيه انا بالنسبه لي خسر خساره كبيره مشارك كمدرب ومشارك مجموعه كبيره من اللاعبين. يحترم رايه ويحترم عمله، لكن بالنسبه لي ايضا لكره القدم السعوديه سمعه، كما خسرنا في البطوله العربيه ممكن نروح هناك لا سمح الله يكون في خسائر، من يتحملها هي كره القدم السعوديه. رينارد نعرف ان عمل جيد مع كره القدم السعوديه، لكن خذ المسؤولية في الكل، ليه لا؟ خذ المسؤولية للكل، وبالتوفيق لسعد الشهري ومنتخبنا في كأس الخليج، نثق فيكم بحول الله تكون نتائج إيجابية. بعد الفاصل. الوحدة والعدالة بلا أهداف للمرة السابعة في مباراة الدوري. حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي واذاعة جدة اف ام. والله نسينا مباراة الدوري بسبب موضوعين كانوا مهمين اليوم. مباراة اليوم الفتح والفيحة 2-0 للفيحة على الفتح في الاحساء. الوحدة والعدالة كالعادة، الوحدة لا يسجل 0-0، الشباب والاتفاق 3-0 للشباب. في مفاجآت علي سريعا؟ لا ما اعتقد ان في مفاجآت. الشيء الجميل ان نادي الشباب رجع ل أول شباب اليوم. لا نحن دائما نفرح بالمستوى اللي يقدمه الفريق يعني. يوسف تفضل. يوسف على مباراة الفتح والفيحة، الفتح يكتب سطر وينسى أسطر، لماذا؟ الفتح ما كانش اليوم سيء في المباراة، لكن الفيحة اليوم عمل مباراة جد متميزة من ناحية التكتيكية. بكل صراحة لعب مباراة كبيرة، عرف كيفاش يغلق المنافذ على فريق الفتح. هجمات المرتدة كانت منظمة، ثم بعض الوضعيات اللي ضغط فيها على الفتح في المناطق نتاعو، استغل الفرص الحركيه كويسه، دائما كان متوازن في نص الملعب، حضور بدني متميز، حضور ذهني متميز في الثنائيات. بكل صراحه عمل المباراه جيده. وفي المقابل الفتح في تقديري الشخصي، يمكن اليوم بعد يمكن خبير التحكيم يقول لنا واحد، انا حسب مشاهدتي البسيطه شفت ضربه جزاء للفتح في الشوط الاول لسفيان بن دبكه، فممكن هذيك فيها ضرب في تقدير الشخصي ضرب الجزاء، ممكن هذيك لو تسجلت كانت يمكن تغير وجه المباراه. ابو زياد معه شنطه كبيره لحالته، هي جاهز ان شاء الله في الفاصل في البارت الرابع. الى مباراه الوحده والعداله، السلبيه اللي في الوحده العداله هذا الشكل، السلبيه الهجوميه في الوحده ليش ما يسجل؟ اول شيء انا اعتقد ان العداله تطور نوعا ما على المستوى التنظيمي، لكن الحلول زي ما ذكرت الحلول الاماميه لحد الان ما لقى، لكن الوحده على مستوى المستوى الاداء زي مستمر، لا زال ما عنده حلول هجوميه، ما عنده حلول على مستوى العمق الهجومي، حتى على مستوى الاطراف واحد ضد واحد ما عنده يعني. فهذه مشكله لاعبين اجانب ما كانوا في الاختيار في بدايه الموسم على المستوى الهدافي يا احمد. إيه انا اقول لك هذا ادوات، وثاني شيء ان سييرا اوكي تو جاي، ما كان ما عنده الوقت انه يغير بشكل كبير. الى مباراه الشباب والاتفاق، كيف حال الشباب في 5 ايام؟ ها فريق ثاني شيء فعلا فريق ثاني اليوم في وجوه جديده كانت في الفريق، مثل هتان كان موجود. الجانب الذهني كان افضل اليوم، الجانب الذهني والبدني لفريق الشباب كان اكثر، قريبين جدا مع بعض، عملوا ضغط عالي جدا كبير، استغلوا اخطاء الكثيره اللي كانت من الاتفاق. اليوم الاتفاق عمل اخطاء كثيره فرديه، الشباب كان اعتقد انه قرا الفريق بشكل جدا ايجابي، قدر انه يسجل، قرب اللاعبين سهل لهم اشياء كثيره في المباراه بتسجيلهم الاهداف. يوسف على المباراه اذا تلخص لياها فنيا، كيف انتصر الشباب ولماذا خسر الاتفاق على نقاط؟ تفضل يوسف. يمكن كابتن خالد انا مش مفاجئك بشيء، معناها انا بكل صراحه معناها بعد كاس العالم المباريات كنت اي المباريات كل نشاهد فيهم شاهدتهم الكل، ولكن كان ديما يصيبني نوع من الملل. اليوم المباراه نتاع اليوم شفت فريق الشباب صدقني رجع لي الشغف باش نتفرج على كوره، شفت كوره جميله جدا
معناها فريق عنده زخم هجومي، تنويع في الهجمة، سرعة في اللعب، سرعة في الأداء، حركية يلعبوا بين الخطوط، ثم تفاهم كبير. وثم حاجة، أهم حاجة أنا نحب أن نسوقها في المباراة هذه، هي ما فيش أنانية في المهاجمين نتاع الشباب. ثم لاعب جماعي، اللاعبين اللي ثم في وضعيات اللي هو يقدر يسجل لكن يمر زميله، وهذا خلى الفريق يلعب بصفة جماعية كبيرة، لعب بسرعة، لعب ضغط عالي، ما خلاش فريق الاتفاق يتحرك. للأسف الاتفاق دائما المدرب كارتيرون عنده فكر دفاعي في تقديري أنا شخصي عقيم، يدافع فريق الاتفاق لعيبة متاعه، عنده لعيبة جيدين خاصة في الخط الأمامي، عنده إمكانيات عنده، لكن صحيح. أنت تفرض عليهم في كل مباراة باش ترتد للخطوط الخلفية متاعك وتدافع، حتى اللعيبة تمل. صحيح. فلما يدخل فيها هدف أو اثنين الفريق يلقى صعوبات باش يرجع في المباراة. ففي تقديري كارتيرون سحب الميزة متاع الفريق الاتفاق. صحيح. اللي هو فريق هجومي، فريق عنده إمكانيات فنية، يبقى وخلى فريق عنده يبقى فكر دفاعي يبقى, يبقى, يبقى أم سيرحل؟ لنعود ما نعرف انا مش معناها راني كابتن خالد، مش معناها ننتقد فيه باش يرحل، لا، لكن انا لا لن... متابعة يوسف يوسف كويس. يوسف اتذكر الكلام هنا قلت الرجل هذا مدرب اعداد بدني وليس فني، صح ولا لا؟ اي صح. مش بصراحه انا شخصيا معناها شفنا حتى في المراحل التدريبية والفرق اللي رحلها، مثلا فريق النصر كان فيه موجود في النصر، ولكنه فشل ذريع مع فريق اللي هو يمكن إمكانياته تفوق الاتفاق. منذ تواجده في الاتفاق قبل ما أخذ العطو يلعب كرة أفضل من مع كارتيرون. كارتيرون معناه فكر عقيم، دفاعي عقيم، يدافع معناه بطريقة انت ما يدافع في 35 متر في الخطوط الخلفيه، يحب يروح في الهجمات المرتده. صحيح. فريق الاتفاق فريق عنده امكانيات، فريق كبير عنده فنيات ولاعيبه جيدين. صحيح. طيب احمد، على طول ندخل في الامور الفنيه. انا فاجاك الشباب في تقارب خطوطه في جميع اجزاء الملعب، اما في الامام في الثلث الهجومي او الثلث الاوسط او الثلث الدفاعي، وليش كان فعال فيها؟ شوف، هذه الاشياء اللي كنت انا اتكلم فيها. مشكله الشباب في الضغط، هذا هو اللي ما كان يسوي بشكل دائم. اليوم كان في ضغط عكسي وضغط عالي وتقارب الخطوط، هذا هو الشباب لما يكون بهذه القوة، بهذا التقارب الخطوط يكون خطير على المنافس. ليش؟ لأنك أنت لما تسترجع الكرة عندك الحلول، جونيور، بانيجا، جوانكا يلعبون بسرعة وللباب، وهذه من أجمل الأهداف اللي أنت شايفها. شوف الحالة هذه، تقارب الخطوط في 20 متر، في 20 متر تقريبا الشباب دائما متقارب، يسترد الكرة بسرعة، يقدر يلعب لأنه عنده لاعبين، عنده أدوات، يعرف يلعب، يطلع من الضغط بشكل ممتاز. لكن بالعادة أن الشباب في المباريات السابقة اللي كنت أنا أتكلم فيها، أنه كان يرجع لآخر الثلث الأخير ويسهل الوصول. الآن راجع للثلث الأخير اللي نتكلم عنه، لكن أنه مو بشكل دائم. اليوم لو شفناه في جزئيات مباراة أوكي يرجع لما الحالة البدنية، لكن في بداية مباراة لما سوى الضغط العالي، تقارب الخطوط في ثلث الملعب، يعرف كيف يطلع بالكرة من الضغط، الأدوات اللي موجودة في نص الملعب، يتحكم في المباراة ككل، وهذا اللي عمله اليوم، وتحكم في مجريات المباراة. عشان كذا من بداية المباراة لما عمل الشيء هذا، تقارب الخطوط والضغط العكسي، الشباب قدر يسيطر على المباراة. السر الثاني كان موجود عليه هو سرعة استرجاع الكرة كلها في الآن في الأمور الدفاعية اللي كانت تكلمون عليها كثير في الشباب، تطورت في يوم وليلة أكيد، ولا كانت موجودة أكيد. هذا مورينيو أعتقد أنه درس يعني الأخطاء اللي سواها في المباريات السابقة. اليوم لما تيجي وتشوف أنت، لما يكون عندك إمكانيات لاعبين مثل اللي تمتلكها في الشباب، أكيد أنه دائما تريد تحتفظ الكرة بنفسك. فاليوم عمل الضغط العالي 4 ثواني يعني بشكل جدا جدا كبير. هذا الشيء اللي خلى أول شيء الاتفاق ما يقدر يلعب او يبني الهجمه براحته، لان كان الضغط واضح، في سرعه في الانتقال الكوره. ومثل ما تكلم بيونس مناع، ان اليوم الشباب الميزه انه ما في انانيه فعلا. يعني اليوم لما تجي وتشوف الشباب، ما كان في كل واحد يعطي الكوره الاسهل للاعب الثاني وسجل الاهداف. ولكن انا من الاشياء المهمه اليوم كابتن نفس الشيء، تنوع في الاهداف. شوف حسن ونواصل، لما يكون المدرب يعمل بعمل بشكل فني، حتى المدافعين يصيرون بشكل كبير، تقدر تسترجع الكره بشكل سريع. يوسف المشكله الاكبر اللي يتكلم عليها الكل، ضياع الفرص للشباب. ورونا في البدايه قبل، اكثر الفرق ضياعا للفرص المحققه في الموسم هذا، ورونا الارقام قبل.
الشباب يتصدر المشهد بضياع الفرص المحققة، 19 فرصة محققة للتسجيل. يليه الهلال ب 15، يليه الفتح ب 13، يليه التعاون ب 11، العدالة ب 10. الأسباب لضياع الفرص المحققة للشباب يا كابتن يوسف؟ الشباب أول حاجة كابتن خالد أكثر فريق يوصل للبيت في الفرق اللي سمعتها، في الفرق هذه كل يوم في الدوري هو أكثر فريق يسدد على 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 على, على الباب. فطبيعي لما أنت تخلق كثير فرص بتضيع. ونتوقع اللي هما الشباب ما ننساوش اللي هو فاز بكثير نتائج كبار، فاز بالأربعة، يمكن 3 مباريات فاز بالأربعة، اليوم فاز بـ3، معناه قاعد يسجل الأهداف. أما لكن هو كثرة وصوله للباب تخليه بطبيعة الحال نفس الشيء، ساعات في بعض الوضعيات يفقد التركيز اللاعبين ولا اللمسة الأخيرة تغيب عليه. لكن الفريق هجوميا في تقدير الشخصي هو أقوى فريق هجومي في الدوري. هو والنصر متساوي في 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 الهجوم، أعتقد في 24 هدف لكل فريق. كله ورونا جدول الترتيب، جدول ترتيب الدوري لنا ولكم للمشاهد وللمستمعين. الشباب أولا بأعتقد 24 نقطة، 25 نقطة، يليه فريق النصر. الشباب أولا ب 25 نقطة، يليه فريق النصر والأقوى هجوما متساويا مع النصر ب 24 هدف. النصر ثاني ب 23 نقطة، الاتحاد ثالثا ب 21 نقطة، الهلال رابعا ب 21 نقطة، التعاون خامسا ب 20 نقطة، الباطن متذيل الترتيب بنقطة، الخليج بأربع نقاط، العدالة بخمس نقاط، الوحدة الثالث عشر بتسع نقاط. أحمد اليوم راضي على بنيقة؟ شوف أنا سدد بعض الديون. شوف أنا دائما أتكلم، يمكن حتى تكلمت تحت الهواء مع علي، قلت ممكن اللاعب مباراة مبارتين يكون مستوى سيء، لكن زي بنيقة اليوم لما تشوف بنيقة في حضور الذهني والتركيز العالي وراء كل خطر للشباب بنيقة. أنا ليش التفاوت في الأداء هذا؟ ممكن هذا، ممكن أول شيء ممكن لأن إحنا نعرف إن بنيقة في العمر شوي يعني عامل البدني أحيانا يأثر على عامل التركيز، وهذا وغير كذا أضيف إلى ذلك إن اللاعب مهما كان يلعب لك 35 مباراة في الموسم لابد مباراة أو مبارتين ما يكون في الرتم أو في المستوى المعهود. لكن أنت لما تيجي للبنيقة على مستوى الفني وراء كل خطر للشباب وراها بنيقة، يعني القامة بمناطق لمس الكرة اليوم موجودة، هو رجل مباراة اليوم، عمل أكيد كل شيء. شوف حتى على مستوى اللي الناس اللي تتكلم ما يجري، ما أعتقد أن اللاعب يجري ويعرف متى يركض، متى يسوي الضغط العكسي، متى يلعب يهدي الرتم، متى يسرع الرتم. فأعتقد أن اللاعب قيمة عالية. وأكيد لاعب مثل بنيقة لما يكون يتأثر في المباراة مستواه يتأثر الفريق اليوم، يتأثر الفريق كله، فعشان كذا تأثيره دائما يكون واضح ورجوعه دائما يكون واضح. هل هو ترمومتر الشباب؟ أكيد 100%، مهم، لاعب مهم جدا. يوسف ما أدري أنت ولا أحد الشباب، في كل مرة الجهة اليسرى للاتفاق هي الخلل، الخلل بسبب الفرد أم بسبب التنظيم، بسبب نوعية اللاعبين أم بسبب التنظيم، يعني تجي من المدرب أو اللاعبين، والحالات أمامك يوسف. هو الاتفاق من سنوات قاعد يعاني من دائما من الجهة اليسرى للدفاع متاعه، واللي إلى حد الآن ما نقاش التوليفة لا من ناحية الفردية ولا من ناحية الجماعية باش يغطي الضعف هذا اللي هو ديما كان يمثل دائما هو نقطة ضعف في فريق الاتفاق. معناه من سنوات أو تقريبا من 3 أو 4 سنوات الاتفاق قاعد يعاني من الجهة اليسرى، إلى برغم تعاقب المدربين دائما بقات الجهة اليسرى هي نقطة ضعف في فريق الاتفاق. علي أكيد يعني الجانب الجهة اليسرى واضحة، شوف عدم يعني التركيز من اللاعبين في الجهة اليسرى سهل أشياء كثيرة اليوم في جانب كل يوم لاعب. أنا اليوم السلوسي والخطيب وقبل العبيد، لأن ما في انسجام في من لاعب واحد في الفريق، وانسجام دائما الخط الخلفي في أي فريق لازم يكون ثابت، انسجام جدا جدا مهم. صحيح. ايضا الهدف اللي سجل على الاتفاق عن طريق الخطيب. حنروح لاكثر الفرق التي سجلت في مرماها في تاريخ دوري المحترفين تاريخيا، ورونا الارقام. يتصدر المشهد من؟ فريق نجران ب 16 هدف، يليه الاتفاق اليوم مع الهدف رقم 15، ومن ثم التعاون 14 هدف، الشباب 14 هدف، الرائد 14 هدف. اللي سجلوا في مرماهم سجلت قبل؟ لا ما سجلت في مرماهم.
مطلع لي قالوا مسجل. لا لا ما عليك انت بلاقي في امل. طيب يوسف مره ثانيه المواقف الثابته على فريق الاتفاق، يعني الضربه الركنيه لا رقابه، العالم مش موجوده فعلا، هذا تجسد خاصه في الهدف اللي سجله ياغو سانتوس، هدف اللي معناها بكل صراحه ماهوش صعب اللي يقدر يطلع فيه، تعرف اللي باش تسجل كوره في المنطقه هذيك بداخل الرجل معناها في الوضعيه دي مع مدافع يصعد وغايب عليه كل الرقابه، شفنا خاطر الفريق يلعب في دفاع المنطقه تقريبا في دفاع المنطقه وعنده نوعا ما من السلبيه حتى في المحاصره، شوف معناها المحاصره فيها نوعا ما من السلبيه كابتن. انا يمكن كابتن الحارس تدخل الحارس ما كان موفق، يعني مثل هذيك المنطقه فعل. اكيد الحارس اعتقد انه كان المفروض هو اللي يشيل الكوره قبل ما توصل اصلا للمهاجم فعلا، خاطر انت لما تلعب دفاع المنطقه شوف هذه الزونه هذيك يلزم بزاده تخلي الحارس عنده المسؤوليه باش هو اللي يخرج على الكرات هذوك مرات، واكيد انتم كمدربين يمكن من اكثر الناس تحبوا الحارس يكون داخل الصندوق انه دائما يكون يعني ملكه ملك الحارس، وانا دائما اقول ان الحارس دائما يعطي ثقه كبيره للمدافعين ويعطي صعوبه للمهاجم للمنافس منطقته فعلا، الحارس حارس المرمى في المنطقه ذيك هو اللي يريحك، هو اللي يخليه معناها يعطيك هو خطر اكثر الارتقاء الحارس، وفي في اختيار الحارس هو ما كان ما في احد مضايقنا، ما في مضايقه من مدافع ولا مهاجم، كان يعني المنطقه مفتوحه، المنطقه مفتوحه صح، وهو هنا حتى كارتيرون قاعد يتسجل فيه في اجويل على وقاعد هو مصر على دفاع المنطقه، دفاع المنطقه ما مشاش معاه. طيب. دفاع المنطقه يتطلب لعيبه عندهم روح المبادره وهما اللي يمشيوا باش يقتصروا. يا ريت على دفاع المنطقه بس على جميع الاتفاق ما عندهمش كابتن يوسف باش يهاجموا الكره، نعم. يا ريت على دفاع المنطقه وبس، كارتيرون قلناها عنده عناصر، عنده ادوات فنيه، لكن على المستوى الفني لا ما اضاف اي شيء للاتفاق. لا على المستوى، اوكي انا ما عندي مشكله ممكن احيانا انت تتكتل في الخلف او في منتصف الملعب، لكن عندك حلول لما تسترجع الكوره، لما تحاول احنا لا نشوف الاتفاق لا تحولات هجوميه او بعد ما يستخلص الكوره، ما في اي استحواذ حتى توصل المنافس مع انه يملك لاعبين على مستوى عالي. فعلا انا تكلمت كابتن احمد على الكره الثابته اللي هو دائما مصر على يلعب دفاع المنطقه في الكره الثابته بالرغم ان الفريق سجلت فيه كثير اجوال، ثلاث أهداف هذا الموسم من ضربات ركنية يوسف، صح معناه عدد كبير الفريق اللي هو ما زلنا احنا تقريبا في 9 ولا 10 مباراة في الدوري، هنا انت كمدرب يلزمك تتدخل وخاصة تدرس البروفايلينج بتاع اللعيبة اللي عندك، اللعيبة اللي عندك ما يقدروش يلعبوا الزون، خاطر الزون يلزم مدافع عنده روح المبادرة ويلزم حارس نفس ما قال الأخ علي يكون عنده القدره باش يخرج على الكرات الهوائيه خاصه صحيح. في منطقه الست امتار صحيح. تتسجل فيك اجوال وانت تصر على نفس التنظيم، هنا نقطه استفهام كبيره يعني في تقديري الشخصي، يمكن كان يعمل ميكس معناها دفاع منطقه ومان تو مان يكون صح. افضل للفريق. طيب هذا والله هذا اذا بقى انا ما لا اعلم، وانا اقول لك قيلوا لكن اذا بقى عودونا على انديتنا، هذا من الامير الشاعر علي يقول هل مناف الاتفاق في هاشتاج ملعب اس بي سي، طبعا يقول هل مناف الاتفاق هو نفسه وما حدث في الاهلي العام الماضي؟ لا اعتقد لين الحين لما تجي تشوف الترتيب الاتفاق يعني منطقه يعني امنه الأمن. ولكن لازم يكون افضل. طيب هذا من خالد الشمري احمد يقول لك كان فارسا لا يقهر والان اصبح كماله عدد لفرق الدوري. ما نبغى نقول تكملة عدد، لا الاتفاق يبقى فريق كبير، لكن على المستوى اللي قاعد نشوف المستوى الفني أكيد يزعل أي متابع للكرة السعودية لأنه من الفرق الكبيرة. هذا من عمر بن عبد العزيز يوسف يقول الاتفاق غير كل شيء للإدارة، فالسبب واضح الإدارة. والله يا كابتن خالد باش نكونوا صريحين، الإدارة ما تلعبش في الملعب، الإدارة وفرت لك أنت لما تشوف كي تشوف أنت تقارنها بإدارات أخرين، الاتفاق دائما توفر لك لعيبه على مستوى عالي، عنده امكانيات لعيبه على مستوى، جايبين لعيبه معناها مدافع من بشكتاز، جايبين عنده نعيم السليتي لاعب دولي، عنده الكويك من افضل اللعيبه الموجودين في الدوري، معناها في كي تشوف الفتره الاخيره الحجم المصاريف اللي صرفتها الاداره مصاريف كبيره، لكن في الاخر الاداره لا هي تنزل تشكيله لا تحط تكتيك المباراه لا تعمل تغييرات، هي الاداره توفر لك الظروف باش انت تنجح. في تقديري الشخصي وانا متابع ونعرف الاتفاق كويس وياهل،
اللعيبه اللي جا موجودين في الاتفاق عندهم امكانيات عاليه جدا، واللعيبه عندهم امكانيات، والفريق يقدر يعطي افضل من هكا. هنا معناه وين مش نحملوا مسؤوليه الاداره؟ انا في تقديري مش سبب الاداره. وش السبب؟ الاداره كل واحد يبدي رايه في عمليه ما يحدث للاتفاق. الشباب بعد الانتصار هذا وش حيصير له مستقبلا؟ لا احنا تكلمنا اثار الانتصار هذا اكيد اثاره جدا ايجابيه. دائما كابتن خسرت خسرتين، خساره الكاس امام الاتحاد وبعدها الفتح، فمن رجوع الشباب بهذه الطريقه يدل لك ان الجانب الفني والاداري متمكن موجود ورجوع في وقت جدا مهم. بعد الفاصل، خمس مواجهات في ختام الجولة الحادي عشر، أبرزها ديربي القصيم. حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام. قوة الفيحة علي ام تذبذب الفتح 2-0 للفيحة؟ والله شوف اعتقد ان المباراة كانت الشوط الاول للفتح كان بشكل ايجابي، ولكن الايجابية الاكبر في الفيحة اعتقد انها كانت بصورة جدا جميلة. الفيحة لعب باسلوب منظم جدا في المباراة، ما كانت في اخطاء كثيرة، لعب على الارتداد الجيد اللي فعلا كسبوا مباراتين الحين، اخر مباراتين ثلاث مباريات مباراة في الكاس في الدوري الحين أربع مع الكاس. فالجانب التكتيكي اللي عمل الشغل المدرب اعتقد رجع للانتظام، اعتقد هو اللي كسب رجع القاعدة الأساسية. يوسف من وين جايبين نواكيمي هذا؟ ما شاء الله نواكيمي لاعب متميز، كان في ترابزون سبور التركي وكان لاعب جد متميز، حتى معناها إدارة الفيحة توفقت فيه ولعب، معناها يتسمى وحطوا فيه مبلغ كويس، معناها لاعب جيد هذا نواكيمي. هو اليوم اللي عمل الفارق، هو من بداية الموسم هو اللي قاعد يعمل في الفارق، اليوم خلق هدف اليوم معناها بكل صراحة لاعب جيد نواكيمي، هو اللي قاعد يعمل فارق في فريق الفيحة. جيد أم ممتاز؟ ممتاز كل صراحه. انا اشوفه من افضل خمسه محترفين على مستوى الدوري السعودي بالنسبه لي انا. لاعب مؤثر، لاعب عنده الحلول الفرديه، لاعب التكنيك عالي جدا. هذا قدراته الفرديه مختلفه. شوف انا متابع اللاعب هذا من سنه وشوي. ليش ما عنده موضوع من سنه وشوي. انا هو من اللاعبين اللي كان مؤثر على مستوى طرابزون، اكثر اللاعبين مساهمه في الاهداف في هذا الموسم بين تسجيل وصناعه. تاليسكا 9 اهداف، نواكامي اعتقد لم يلعب المباراه الاولى، نواكامي 8 اهداف، جونيور الشباب 7 اهداف، ايجالو 7 اهداف، سانتي مينا 7 اهداف. في يعني اللي المميز هذا اللاعب يعني في عنده سرعه في الاداء وسرعه في قرار التسديد، لا يعني فردي على مستوى جدا عالي. جدا عالي. طيب مستوى عالي. شفت الهدف الثاني انت؟ ايه شفت الهدف. من اللي صاحب الاساس فيها؟ دائما هو دائما فيها مين؟ ها مسلم الفريج حارس مرمى الفيحة، وروا الهدف الثاني ودور مسلم الفريج بالتحديد فيه. بعض الحراس وانت متقدم 1-0 ياخذ القرار يقول لك لا يهدى، هو اخذ القرار، هنا القرار السريع. وهذه دائما من النظره الاولى للحارس، دائما عندك اول ما تمسك الكره دائما نظرتك تكون اماميه، واحد يكون اي بس هذه فرصه، هو يعرف امكانيات هذا اللاعب فيقول لك ليش انا ما دام عندي فرصه اني اجيب الثاني. هو قراره جدا كان جري شيء ثاني ودقه في الكوره اعتقد هي اللي اعطت الشيء الثاني. كنترول اللاعب، دخول الملعب، اخذ مع 2-3، كيف الطريق، كيف تصرف، اعتقد انه اوف الاستلام عظيم. لاعب على مستوى عالي، لاعب كبير جدا، اعتقد انه كسب الفيحة لاعب على مستوى عالي، حتى الدوري السعودي كسب لاعب على مستوى عالي. هذا المسلم الفريج تاريخيا اليوم للعلم الحارسين
خرجوا مصابين حارس ياكوب حارس الفتح وش اسمه فلاديمير حارس الفيحة. يوسف ايضا يحسب لرازوفيتش اليوم تعامله مع باتنا خانق اليوم باثنين او ثلاثه، ما ينفع مع باتنا الا كذا. باتنا هو من افضل اللاعبين اللي موجودين في فريق الفتح، هو اللي يعطي الحلول لانه لاعب حركي جدا. مراد باتنا عنده قدره الحركه معناها بطريقه كبيره، ديما يطلب بين الخطوط، ولو حريته والذكاء نتاعو في الحركه اللي دائما يستغل المساحات الذكيه اللي يلزم يلعب فيها. اليوم قابله بثلاثه باثنين بثلاثه، ما في راحه له الباتنا اليوم. اليوم اليوم الرسم التكتيكي اللي لعبه لفوك رازوفيتش اللي لعب تقريبا 5-4-1، مراد باتنا ما حصلش المساحات خاصه في الهالف سبيس. لما ما يحصلش المساحات في الهالف سبيس اضطر باش يخرج على الاطراف، لما يخرج على الاطراف ويلعب في وجه المدافعين الفاعليه نتاعو تنقص شوي. اوكي الى رجل المباراه، ما في غير انور كيمي ولا في احد ثاني؟ اكيد انا بالنسبه لي هو رجل المباراه، صنع هدف، سجل هدف على مستوى عالي، لعب له تاثير على مستوى عالي سواء لعبته على الطرف تحت المهاجم وكمهاجم، فاعتقد ان اللاعب يستحق نجوميه المباراه. نجوميه المباراه، وهذه ارقام نور كيمي في المباراه، لاعب بصراحه صفقه مميزه للدوري لفريق الفيحة. اليوم سجل هدف، 4 تسديدات، مراوغات ناجحة 7، وهي القيمة 7 في مباراة، يعتبر رقم عالي جدا. ترى طلع فترة قبل العام تقريبا نهاية الموسم، اتوقع طلع بعد الاخبار ان الاتحاد كان يفاوضه. الاتحاد يفاوضه الى مباراة الوحدة والعدالة. يا علي ايش اللي قاعد يحدث للفريقين؟ واتكلم على الوحدة، العدالة عارفين الوضع، الوحدة السلبية اللي فيه الهجومية. سلبية كبيرة في الناحية الهجومية وسلبية كثيرة نفس الشيء في الأخطاء الكثيرة في الفريق. يعني في الوحدة في عندهم أخطاء جدا كبيرة في التمرير، ما تحس أن الفريق منسجم مع بعضه. ولكن في الجانب الثاني أعتقد أن العدالة ظهر بشكل جيد. العدالة اليوم كان من المفروض أنه يطلع المباراة بثلاث نقاط. لما تجي وتشوف مجريات المباراة في النهاية حصل فرص أن كان ممكن تكسب المباراة. العدالة العدالة في 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 الدقائق الأخيرة الشوط الثاني، دقائق في انفراد صريح مع الحارس، فتصدي مميز من محمدي، التحول كان جدا ايجابي. فاعتقد ان العداله كان ممكن يطلع بفوز جدا جدا كبير خارج ملعب. احمد بروح لك للعداله، وتتكلم تكلمت انت تحسن دفاعا بالزياده. هو لا على التنظيم، انا اتوقع هو المدرب مدرب العداله غير الاسلوب الى 5، صار يلعب 5، يضيق المساحات، وزي ما نشوف نضيق المساحات ما يعطي مسافات، تنظيم الخطوط قريبة جدا خاصة في الثلث الأخير. أعتقد أنه نجح فيه المدرب، حتى شفنا في المباراة السابقة، لكن يبقى عليه الحلول الهجومية ضعيفة جدا. التحولات بعد ما تسوي هذا الأسلوب، أنا دائما أتكلم أن لما تسوي الأسلوب هذا تحتاج إلى التحولات أو أنك تستحوذ الكرة حتى تطلع من الضغط. لكن التنظيم زي ما احنا شايفين بشكل جيد، قرب الخطوط اللاعبين، حالة واحدة هذه في التحولات نجحوا فيها، كانوا خطيرين، لكن لا زالت يعني مو 90 دقيقة تحتاج مرة مرتين تسوي التحول، لكن في تطور. يوسف وانت تتفرج على المباراة، الوحدة يلعب بلا مهاجم ولا في مساندة هجومية، في كرات عرضية كثيرة، يعني كيف يسجل؟ نعم كيف يسجل ولا في مساندة؟ اليوم اليوم الوحدة كان بطيء جدا في في نقل الكرة، بطيء جدا، ما ثماش حركية كبيرة، وغاب عليه العمق الهجومي، غاب عليه العمق الهجومي، ونص الملعب بتاعه تحس اللي فيه سلبية كبيرة، اللي ما ثماش حتى كثافة عددية، ما ثماش، ما يدخلوش لمنطقة العمليات معاه، معناها بطء بطء. هو اهم معناها مشكله اليوم في الوحده حسب تصوري هي بطء الحركه وبطء نقل الكره، وخلى معناها كيكا لما تلعب انت بالطريقه هذيك بطبيعه الحال تسهل ماموريه الفريق اللي راح يدافع، وغاب عليك راس حربه اللي هو يمكن يعطيك عمق. معناها غياب جون كلود بوغيل اثر شويه على الوحده، واللي ما لقاش معناها راس حربه اللي كان ينجم يعمل مشاكل، خاصه لما تشوف انت فريق العداله دائما يلقى صعوبات على الكرات العرضيه، اغلبيه المباريات يلقى صعوبات على الكرات العرضيه العاليه خاصه.
هذا تقريبا اليوم ما حطش فريق العداله في مشكله معناه فريق الوحده. هذا سلطان السوادي هو مهاجم فريق الوحده لمس الكره داخل المنطقه مرتين فقط وهو مهاجم فريق الوحده، حتى لو مهاجم واحد ما وهمي الوحده لا يمتلك مهاجم وهمي. يسار دائما افضل لاعب في المباراه حارس. نعطيك ليش المنير المحمدي افضل لاعب في المباراه؟ اكيد منير المحمدي اعتقد ان تاثيره كان جدا ايجابي اليوم في المباراه، عمل تدخلات فرقت في مجريات المباراه خصوصا الانفراد الاخير اللي اعتقد انه غطى بشكل اقرا جداً. الخبر هذا ولا ما تشوف خلاص رسميا اقرا للمشاهدين خلاص عاجل نادي النصر يعني رسميا تعاقد مع الدوري البرتغالي كريستيانو رونالدو خلاص الكل كان ينتظر هذا الشيء الرسمي ايوه رسمي للامان لكن هو الكل كان يتداول على منير ورينا ارقام منير تفضل اكيد محمد اعتقد انه قدم مستوى جدا ايجابي ورجوعه من بعد كاس العالم لعب كاس العالم مباراه واحده فاعتقد ان تدخلاته كانت جدا ايجابيه في 7 تصديات خاصه حالات الانفراد الانفراد كان الفريق يعني في اخر دقيقه فكان كان انا اشوف ان منير كان من اليوم هو الافضل في الوحده لان ابقى الفريق ايضا اليوم حدث فيه انقطاع في مباراه الوحده والعداله ومباراه الشباب والاتفاق، اليوم ترى للعلمه ليس دفاعا مع الاجواء هذه في اقوى التغطيات على مستوى العالم يحدث الانقطاع هذا بسبب العواصف بسبب الامطار وطبيعي شاهدها بعضنا في الدوري الانجليزي في الاسباني في الايام الشتويه هذه ايام الشتاء تحدث هذه الانقطاعات بسبب العواصف ليس دفاعا بالعكس ننتقد اذا في اخطاء لكن الاجواء اللي الكل قاعد يشاهدها اليوم على الوحده حدث فيها يمكن 3 أو 4 انقطاعات ثلاث تقريبا 3 إلى 4 هذه الاجواء طبيعيه انت الاجواء العواصف الامطار الرياح طبيعي هذا يصير في كل مكان فاعتقد انه غير ملامين يعني هو البحث لمصلحه ترى رونالدو جاي وتنقطع ينقطع ينقطع هدف زي كذا ورونالدو يسجله على رونالدو في صوره اليوم نشرت ايضا النادي النصر ان نوقع رسميا الاستاذ مسلي المعمر رئيس نادي النصر وهو في صوره شخصيه مع رونالدو الان هذه التوقيع الرسمي والله يا رونالدو طويل يا مسلي قصير الف مبروك استاذ مسلي الف مبروك للنصر قدوم هذا اللاعب للدوري السعودي شيء جميل للدوري السعودي شيء جميل لرياضتنا بكل تأكيد إلى الحالات التحكيمية مع الكابتن عبد الله القحطاني كابتن عبد الله مساء الخير مساء الخير عليك أبو الوليد على الزملاء الأعزاء وعلى السادة المشاهدين نستعرض 3 مباريات اللي لعبت اليوم بدءا من مباراة الشباب والاتفاق نشوف تم إلغاء هدف بقرار خاطئ من حكم المباراة في الدقيقة 46 ومن ثم تم استدعاءه من قبل حكام الفي اي ار وبالفعل ثبت انه لاعب الشباب كيف الغى على ايش الغاه؟ هو توقع انه لاعب الشباب ركل مدافع الاتفاق قبل التسجيل، لكن ترتيب الحاله انه قدم لاعب الشباب سبقت قدم لاعب الاتفاق ابو زياد سم مش نظاما انك تحسب الهدف واذا في مشكله ترجع ولا انا غلطان؟ صحيح كلامك منطقي كان مفترض على الحكم في ظل وجود تقنيه الفي ار ان ينتظر وراح ياخذ القرار يعني العكس هو سوى العكس انه يبغى يبادر باحتساب الخطا لكن لم يوفق لم ينجح في تقدير حاله كان لاعب الشباب في وضع سليم وقطع الكره ثم احتك فيه هنا لاعب الاتفاق كاكمال لهذه الحاله الى المباراه الثانيه كابتن نذهب الى المباراه الاخرى هذه المباراه كانت في الدقيقه 27 كان لزاما ان يظهر الانذار الثاني للاعب الفيحاء لانه حصل على انذار اول في وقت سابق في المباراه وقطع الكره هنا ومنع قيام هجوم واعد هذه الحاله كانت تستلزم الدقيقة كم؟ الدقيقة 27 27 ايوه طيب واللاعب كان طارد هنا حصل طرد المفروض ل نعم. مندش لانه في الدقيقة 15 حصل على انذار نتيجة مهاجمة حتى من النوع العالي كانت المهاجمة هنا يعني كان ممكن انها تذهب الى اعلى من ذلك لو لم يتلافى اللاعب يعني ممكن تروح طرد لكن ما تروح انا اقول دخوله كان في انزلاق لكن انه طبعا ارضية الملعب اليوم يعني فيها مياه فتعذر هنا في الدقيقة 44 لم يوفق الحكم في احتساب ركلة جزاء لنادي الفتح وهنا اختلف
الفعل اللي كنا نقول احتكاك بسيط، لا، هنا القدم لاعب الفيحة حضرت من الخلف إلى الأمام في عملية عرقلة واضحة، كان يتوجب على حكم المباراة أن يراجع يوسف. أن يراجع الحالة بشكل دقيق. لابد نفرق بين الاحتكاك البسيط اللي يكون من مسافة قريبة زي ما حدث في مباراة الفتح والشباب وبو الوليد، لكن شوف الركل من هنا منين جاي، القدم جاية من الخلف على هيئة ركل، هنا شوف قدم لاعب، شوف منين تجي أبو وليد، من الخلف إلى الأمام في عملية ركل. التلامس موجود ولا غير موجود؟ هذا هو من أفقد اللاعب. موجودة ولا غير موجودة؟ نعم، عرقلة بإهمال واضح، ركلة جزاء لم تحتسب للفتح في هذه الدقيقة، لم يوفق الحكم في قراءتها، ليست احتكاك بسيط. هذه راضي عنك يوسف المناعي لأن قال القرار هذا؟ لا، هو مدرب ويفهم ما شاء الله عليكم، أنتم كلكم فنيين وأقرب لهالشيء يعني قريبين منه يعني، وهذه ميزة يعني. حالة ثالثة هنا طبعا حالة إلغاء هدف بداعي التسلل وهو قرار صحيح، حيث كان جزء من لاعب الفتح متقدم عن ثاني آخر منافس كما يظهر معنا في الجرافيك. جزء اليد ولا القدم؟ كامل، عندك الرأس واليد اللي لها حقية التسجيل اللي هي الذراع كلها موجودة. العضد الإلغاء صحيح، الإلغاء صحيح بداعي التسلل. نذهب إلى حالة أخرى هنا وهي تأكيد على صحة الهدف الذي سجل لنادي الفيحة في الحالتين، سواء في الحالة الأولى التي مررت فيها الكرة أو اللمس، كلا اللاعبين كان في وضع صحيح وتم تسجيل هدف بشكل صحيح، هذا الوضع الأول، ومن ثم تلاه وضع ثاني من لاعب الفيحة والتسجيل كان قرارا صحيحا. نذهب إلى المباراة الأخرى، مباراة الوحدة والعدالة، أيضا في هذا الوقت كان لابد أن يظهر إنذار، طبعا ظهر إنذار، ولكن هذا الإنذار كان يتوجب أن يكون الإنذار الثاني للاعب الوحدة. بنشاهد في وقت مبكر من المباراة أن اللاعب دخل بتهور لم يوفق، طبعا هذا الإنذار اللي ظهر في الدقيقة 45، لكن نشوف الحالة اللي سبقتها في الدقيقة تقريبا 3، حالة مهاجمة بتهور من قبل لاعب الوحدة كانت تستوجب هنا إنذار أول. نشوف الدخول، دخول كان عالي، لو لم يسحب رجله كان الطرد بيكون ملزم. طيب، لم يوفق الحكم في إعطاء الإنذار الأول، لذلك أصبح الإنذار الثاني اللي مفترض ينظر هو الإنذار الأول اللي هو الحالة هذه. أوكي، نذهب للحالة اللي بعدها وهي حالة إلغاء هدف طبعا بإبداعي وجود خطأ وهو إلغاء صحيح. وهنا ليه قلنا الإلغاء صحيح؟ لأنه لم يكن هناك تنافس في فاول يعني، أيوة، كان هناك خطأ قبل التسجيل. هنا ليه قلنا هنا انتفت عدالة المنافسة، لم يكن كتف بكتف، لاعب العدالة نزل إلى مستوى أقل من اللاعب وقام بدفعه بهذا الشكل، يعني هنا لم يتحقق عدالة المنافسة بكلا الجسمين ولم تتجاوز الكرة طبعا، لكن الإلغاء كان مزياد بسبب مزياد سم. أليست حالة شبيهة بحال بضربة جزاء الهلال على النصر؟ ممتاز. وش الفرق بين هذه وهذه؟ هنا نرجع علي أحمد، هنا بس نوقف، لا شوف، نرجع وري الحالة الأولى، وري الحالة الأولى، أعطونا الحالة الأولى عشان نربطها بالحالة الثانية. طيب سريعا أبو زياد طلعوها لنا، نرجع طيب. نشوف أنه اللاعب نزل إلى مستوى أقل من اللاعب ومن ثم قام بدفعه، لم هنا نأخذها شوي شوي، هنا بس هنا نرجع 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 نرجع، هنا نشوف لاعب العدالة عندما فقد اللاعب والسوى نزل إلى مستوى، نكمل مستوى أقل من اللاعب، هنا انتفت المنافسة، ما عاد صار جسم بجسم أبو وليد، هنا والسوى نزل إلى مستوى أقل وقام بدفع المدافع. طيب، هنا في لاعب النصر، نروح الحالة، اللاعبين كانوا في تنافس عادل بالأكتاف، ومن ثم نشوفها لو نأخذها من الأمام راح توضع معانا، ومن ثم لاعب الهلال وضع نفسه، هنا نأخذها فريم فريم، نرجع نرجع علي، مش نفس الدافع؟ لا لا، في البداية أبو وليد اللاعبين كانوا في نمشي في نفس المستوى من التنافس، كمل للأمام، نمشي لحظة التنافس، هنا لاعب الهلال وضع نفسه أمام لاعب الهلال، لاعب الوحدة لم يفعل شيء، لاعب الفتح أو العدالة نزل إلى مستوى أقل من اللاعب ودفع بكامل جسمه. إذا نأخذها هنا يعني نوقف، هذه فاول وهذه مش بلنتي؟ لا شوف أبو وليد، هنا اللاعبين بينهم عدالة منافسة، لاعب الهلال والسوى الآن عندما فقد التنافس وضع نفسه أمام لاعب النصر، نكمل هنا وضع نفسه في الأمام، هناك العكس، اللاعب نزل إلى مستوى أقل ودفع لاعب الوحدة بكامل أوكي جسمه مع الكتف، وهذه طبعا جزئيات يجب على الحكام التفريق بينها والقراءة أثناء إعادة اللقطة بالفيار. شكرا يا أبو زياد. ما هو الحالات التحكيمية دائما هي محل دائما يقول لك فيه اختلاف، هي عبارة عن آراء يا جماعة، ترى لم يبدي رأيه والله والرجال أمامي، هي أمانة عمل
ولا يبحث فيها عن أي شيء ويبدي رأيه ملا يملي عليه ضميره. ممكن يخطي ممكن نخطي، لكن تأكد أن القرار بما يملي عليه ضميره. هنا الموجودين في الطاولة والكابتن عبد الله والكل، البرنامج للكل ليس لنادي عن نادي، للكل. مباراة الغد في التقرير التالي. تستكمل اليوم السبت مواجهات الجولة 11 من دوري روشن للمحترفين، فيستضيف عصرا فريق أبها نظيره الاتحاد، حيث يسعى أبها لمواصلة سلسلة الانتصارات منذ خسارته من أمام النصر في الجولة السادسة، في حين يرغب العميد بالاستمرار في خطاه الثابتة نحو ملاحقة المتصدر، حيث يعد الاتحاد أكثر الفرق حفاظا على شباكه هذا الموسم. المواجهة التالية هناك في حائل، يلتقي الطائي بنظيره الباطن، ويسعى الفريقان إلى تعديل المسار بعد خسارتهما في الجولتين الماضيتين بعد التوقف. ثالث المواجهات في القصيم، حين تنطلق صافرة الديربي 25 بين الرائد والتعاون، حيث فاز الرائد في 6 مواجهات بينما كسب التعاون 9 مواجهات. أما رابع اللقاءات فسوف تقام على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، حينما يلتقي فريق الخليج بنظيره فريق النصر في مواجهة بين الأقوى هجوميا ب 24 هدفا أمام الأقل تسجيلا في الدوري بأربعة أهداف. آخر مباريات الغد ستكون في الرياض ما بين الهلال وفريق ضمك. الهلال الذي انتعش بعودة حارسه المعيوف ولاعبه كاريو يواجه ضمك القادم من تعادلين وخسارة في كأس الملك. أي الجماهير ستبدأ أسبوعها بابتسامة انتصار؟ على مباراة الغد أبها الاتحاد الساعة 3:30 عصرا في أبها، الطائي يستضيف الباطن في حائل الساعة 3:30 عصرا، الرائد يستضيف التعاون ديربي القصيم الساعة 6:00 مساء، الهلال أمام ضمك في الرياض الساعة 8:30، الخليج يستضيف النصر الساعة 8:30. ممكن في مفاجآت بكرة؟ ما وين؟ ما أتوقع. ما فيها؟ ما أتوقع أنها راح تكون. طيب ندخل على مباراة النصر والخليج والنصر والمقارنة الهجومية بين الفريقين، جاب كبير. اي اكيد جاب كبير وفرق شاسع، اول شيء على الادوات، على اللاعبين، على الحضور الفني، على الجاهزيه، على اسلوب. كيف يقللها الخليج سريعا؟ ممكن في ما اعتقد اللي ممكن تنظيم الدفاع يشتغل عليه بشكل كبير. يوسف، توقعت من ولماذا مباراه الخليج والنصر سريعا؟ النصر. ليش النصر؟ الفوارق فنيه كبيره بين الفريقين. عقد رونالدو يرفع روح المعنوية. أكيد الكل لاعب يمتلي الملعب بكرة. أكيد الكل ينتظر هاي اللحظة. طيب إلى مباراة أحمد أبها والاتحاد والموجود المواجهة التاريخية بين الفريقين. الأبها في تصاعد مع المدرب الهولندي على مستوى أسلوب اللعب على مستوى، لكن الاتحاد يملك أدوات إمكانيات مدرب كبير، فأعتقد أن الاتحاد يعني أقرب. طيب التوقعات سريعا. الاتحاد ورينا توقعات الاتحاد. الكل رايح الاتحاد. ومباراة الهلال وضمك توقعاتك كابتن يوسف سريعا، توقعات مباراة الهلال وضمك، ورونا توقعات الهلال وضمك. في أحد توقع مع ظل غيابات ضمك وغيابات الهلال؟ الكل رايح للهلال، في أمل لضمك ولو بسيط كابتن يوسف؟ سريع. ضمك بعد فترة ضمك من الفرق اللي أثرت عليهم فترة التوقف. طيب. بعد فترة التوقف شفنا ضمك. الرائد والتعاون علي في من رايح لمن؟ سريعا. ها؟ ورينا الرائد والتعاون. الكل رايح للتعاون. ما في امل الرائد؟ دائما في امل. توقعات الكل رايح للرائد. الطائي والباطن احمد رحت لمن ولماذا سريعا؟ للطائي امكانيات افضل. صحيح. والله يوسف رايح للتعادل. شوف رايح تذبذب الطائي في الفتره الاخيره، لكن الامكانيات الفرديه موجوده. شكرا يوسف، شكرا علي، شكرا احمد، يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه. شكرا. جمهور النصر يقول لرونالدو اخيرا جيت، تصبحون على خير.